يقول الأخ هذه فائدة، مقال نشر في شبكة سحاب السلفية بعنوان جحا من التابعين فاحفظوا عروه، ثم قالوا تحت هذا العنوان جحا زوجين بن ثابت الفزاري رحمه الله أدرك وراعنة بن مالك رضي الله عنه وروى عنه أسلم مولى عمر بن الخطاب وهشام بن عروة وعبد الله بن مبارك وآخر. قال الشيرازي جحا لقب له وكان ضريفا والذي يقال فيه مطلوب عليه. قال الحافظ بن عساكر رحمه الله عاش جحا أكثر من 100 سنة، وهذا كله تجده مسطورا في كتاب عيون التواريخ ابن شاكر صفحة 373، وفي ميزان الاعتدال الذهبي الجلد الأول صفحة 326 ما نصه جحا هو تابعي، وكانت أمه خادمة لأنس بن مالك، وكان الغالب عليه السماحة والصفاء السريرة، فلا ينبغي لأحد أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من الحكايات المضحكة. وقال السيوطي وغالب ما يذكر عنه من الحكايات لا أصل له. ونقل الذهبي في ترجمته له قال عباد بن صهيب حدثنا أبو الحسن جحا وما رأيت أعقل منه. وقال عنه لعله كان يمزح أيام الشبيبة، فلما شاف أقبل على شأنه وأخذ عنه المحدثون. وقال الحافظ بن الجوزي رحمه الله ومنهم جحا ويكنى أبا الغصن وقد روي عنه ما يدل على فطنته وذكائه، إلا أن الغالب عليه التغفيل. وقد قيل إن بعض من كان يعانيه وضع له حكايات، والله أعلم. انتهى. يقول أبو محمد قد قرأت أنا عليكم من سير أعلام النبلاء الذهبي قبل فترة أحسن. إذا احفظ لسانك، لا تجعل الجحا موضع للتنكيل حتى لا يكون خصمك يوم القيامة، مثل جحا ورقبة جحا وحمار جحا وكل شيء جحا على ظهر جحا. والله المستعان. الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله المستعان.